اهلا بحضراتكم رجعنا مع حضراتكم معانا كباتننا الكبار الكابتن ماهر همام وكابتن محمد حشفيش كابتن ماهر في اخر فقرتي مع احمد بيومي كنا بنتكلم على طبعا سفر النادي الاهلي ان شاء الله بكره للمشاركه التامة في كاس العالم للانديه وامال وطموحات ان شاء الله يعني الواحد نفسه يلعب امام ريال مدريد هتكون مباراه قويه جدا ولكن قدامنا يعني خطوتين قبل المباراه النصف النهائي المباراه الاولى ان شاء الله يوم 1 فبراير امام اوكلاند سيتي كابتن ماهر رايك ايه في المباراه ديت وشايف ازاي وصول النادي الاهلي للمره الثامنه في آه هذه البطوله الكبيره بطوله كاس العالم الانديه وهو الاكثر يعني احرازا كمان للاهداف ب 17 او لعبا للمباريات لعب 17 مباراه كمان النادي الاهلي آه شايف مشاركه النادي الاهلي المره الثامنه ازاي يا كابتن ماهر شرف كبير جدا يا هاني النادي الاهلي انه بيوصل للمره الثامنه على التوالي يعني زي ما احنا قلنا النادي الاهلي بينافس ريال مدريد يعني احنا صحيح. بيننا وبين ريال مدريد يمكن فارحه حوالي اربع خمس بطولات فده بيعتبر انجاز للنادي الاهلي بصراحه بوجوده في القاره الافريقيه بيمثل القاره الافريقيه الحاجه الثانيه هاني لو نرجع للسنه اللي فاتت كده لو نفتكر حشيش هنلاقي كان عندنا 8 لعيبه دوليين موجودين مع المنتخب مظبوط والنادي الاهلي راح بدون اللعيبة الدوليين وكانت الناس حاطه ايديها على قلبها لدرجه احنا قلنا جمله النادي الاهلي بمن حضر دايما موجوده الجمله بصراحه موجوده بشكل كبير جدا واثبتت ان الجمله دي فعلا النادي الاهلي يعني مهما تاثر بعدم وجود لعيبه من الاصابه او مع المنتخب لكن اللي موجودين بيبقى فيهم روح الفنانه الحمراء فيهم اصرارهم اتعودوا على البطولات فشرف كبير جدا للنادي الاهلي ان هو ان شاء الله باذن الله يبقى موجود بشكل كبير المره دي يا هاني واضح طبعا من كلام احمد ان اوكلاند المدرب الفني مدرب واعد وحقق نتائج معاهم بشكل كبير جدا والراجل طبعا متابع النادي الاهلي وقال انا متابع النادي الاهلي للنادي الاهلي اكبر نادي في القاره والنادي متابع الاهلي متابع نتايجه وكابتن هو طلع آية. اتكلم عن النادي الاهلي بيقول بحترم النادي الاهلي جدا وانا متابع ان النادي الاهلي الوحيد في الدوري المصري لم يهزم ويعني الناس ديت يعني بتحضر وبتحضر طبعًا. من بدري فبالتالي عنده 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 داتا كثيره جدا للنادي الاهلي فكابتن محمد ايه المطلوب خاصه في المباراه دي من النادي الاهلي في مباراه <applause> اوكلاند يوم واحد ان شاء الله. هو احنا لازم نتفق طبعا ان النادي الاهلي المره الثامنه ده انجاز طبعا كبير بيمثل الكره الافريقيه لثامن مره عمل نتائج كويسه خلال الفتره اللي راحت السبع مرات اللي فاتوا وخد برونزيه آه، ثلاث مرات صحيح آه، يعني مركز ثالث يعني مصنف يعني الناس دلوقتي اما بيروح بيبقوا عاملين له حساب كله عامل حساب للنادي الاهلي فريد اوكلاند بالتحديد آه، النادي الاهلي كسبها قبل كده فعامله حسابات اخرى من البدايه آه، طبعا احنا كلنا بنطمع ان او بنطمح ان النادي الاهلي طبعا يعدي بقى المركز الثالث ويخش على ابعد من كده بس في نفس الوقت يا كابتن هاني احنا برضو عايزين نشيل الضغوط عن الفريق صحيح لان هو في الاول وفي الاخر راح يمثل مصر ويمثل النادي الاهلي ويمثل كرة مصر فلازم الاداء برضو لازم يبقى كويس اه اداء ونتيجة دي طبعا بتاعة ربنا انما اهم حاجة ان هو يعمل اللي عليه يعني الناس كلها تبقى مركزة صحيح ماتشات مختلفة عن ماتشات الدوري دي بطوله تانية خالص وحاجه تانية خالص مدارس مختلفه خالص غير المدارس المحليه اللي احنا بنقابلها هنا يعني مش هيجي لك مثلا فرص زي اللي بيجي لك هنا مثلا في بطوله الدوري وممكن تجيب دي, دي ما تجيبش دي لا يعني لازم الناس تعرف ان الاجوان هتيجي من انصاف فرص ودي يمكن النقطه اللي وقفت معاً مع محللنا احمد بيومي ان النادي الاهلي بيخلق فرص كثيره و ترجمة هذه الفرص هي أهداف يعني ترجمة الفرص دي جالك خمس فرص حتى ثلاثة لأن هدف واحد ممكن يغير ماتش خالص بالذات في البدايات فرقة كبيرة وعاملة حسابك وهتبتدي وبعدين هم طبعا المدرسة الأسبانية اللي هي بتاع الاستحواذ والكور الصغيرة والبيلد اب من تحت وال... هل بقى كولر هيعمل حساب دي انه هيسيب له الاستحواذ في نص ملعبه ويستناه لما يجي ويعتمد على الحاجات اللي هي في المساحات لان احنا النادي الاهلي بيجيد اللعب في المساحات دلوقتي البلاي ميكر او صناع اللعب بيبتدوا يلعبوا في المساحات عندك دلوقتي ما شاء الله سرعات صحيح. تقدر تستغلها في الحته دي غير برضو ما تبقى الدنيا مقفله ورا صحيح. فهو دراسه الخصم كويس قوي اكيد طبعا مستر كولر يعني دارس الموضوع كويس واحط الخطه المناسبه واللعيبه اللي تقدر وهو الحقيقه الفتره الاخيره نجح انه يوصل معظم اللعيبه للمستوى الفني المطلوب صحيح. سواء جايين من اصابات صحيح سواء ما كانوش بياخدوا رجوع لمستوى حسين الشحات مثلا بالظبط محمد شريف محمد شريف ورجوع للتهديف تاني طبعًا. حاجه مهمه قوي بالنسبه لراس الحربه انه يرجع حاسه التهديف ويبتدي يهدف دي مهمه جدا جدا لعب باكثر من واحد في اكثر من مركز خلق جواكر في الفرقه دلوقتي صحيح. زي انتوا لسه بتكلموا على خالد عبد الفتاح برضه جوكر في في البطوله دي ممكن يادي في اكثر من حته تحسبا بقى وعلى حسب يعني سير المباريات كل الكلام ده يعني كل اللي انا بقوله كويس هو هيرجع برضه في الاخر للعيبة واصرارهم وتصميمهم على يعني الوصول لحته بعيده مع الاداء كويس لعب النادي الاهلي تاريخ النادي الاهلي النادي الاهلي دلوقتي رايح وهو من ابطال البطوله دي صحيح يعني من ابطال البطوله النادي الاهلي دي. على مستوى الارقام على مستوى النتائج يعني النادي الوحيد اللي يمكن ثلاث مرات برونزيه وكمان النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم الاكثر لعبا للمباريات يعني حتى اوكلاند شارك عشر مرات لكن النادي الاهلي دي المره الثامنه ولكن اكثر عدد من الانديه اللي شاركت في كاس العالم في عدد المباريات كل التوفيق طبعا لنادينا النادي الاهلي ان شاء الله بمعنويات العايله وبالطموح وبالاصرار ان شاء الله يعني نشوف مباراه انا انا بالنسبه لي عايز ريال مدريد نشوف مباراه النادي الاهلي مع ريال مدريد لانها تكون مباراه للتاريخ خليني اكلم حضراتكم نرجع تاني للدوري طبعا. المصري لكن كنا بنتكلم يمكن قبل ما اتكلم مع بيومي في الارقام والاحصائيات كنا بنتكلم مع الكباتن في تغيير يعني عاده سيئه جدا ويعني من سلبيات الدور المصري هو تغيير الكثير في المدربين خلال يمكن قبل نهاية الدور الأول عندنا تقرير مهم جدا عن هذه النقطة نشوفه مع حضراتكم ونرجع مرة ثانية الحقيقة تقرير أكتر من رائع ولكن التقرير ده مش هتشوفه في أي حد غير في مصر يعني الحقيقة هو تقرير رائع جدا